2020 عام مر علينا كاملين كأنه أعوام، أحداث مختلفة، ولادة، حزن، زفاف، وربما فقدان عزيز. أصبحت أحاديثنا فقط عن الوباء، الكمامة، وأخيرا اللقاح. قصص نجت خيوط على محي آلاف الأشخاص. ياه، منعتنا الأحداث الدولية من ملامسة وجوه أمهاتنا واحتضان أحبابنا. أيام وأيام مرت علينا كأنها سنين عجاف. عشنا جميعا نفس الظروف، فهذا احنا متشابهين. ولكن وسط العمومية اللي ميزت هاد العام كانت خصوصية ممتعة. كاين اللي حسن سلوكه، كاين اللي طور من مهاراته. الصراحة شفنا الإبداع بأعلى تجلياته. وكانت فترة الحجر الصحي هي فرصة للجلوس مع النفس ومحاسبتها وترويضها على تقبل الآخر وسط مساحة ضيقة اللي هي البيت. وقفنا قدام المراية عدة مرات في اليوم، ماشي باش نحطو مساحة جميل، ولكن باش نشوفو نفوسنا، نتحتو ليها، وأخيرا نتقبلوها. لأننا كنآمنو أن بداية تقبل الذات كتبدا من هنايا. وكنتذكر أننا تبادلنا النكات والقصص المضحكة على الكمامة والحجر الصحي في العالم افتراضي. تقبلنا واقعنا طبعا. الخصوصية ميزت كل واحد فينا، لأننا وبطبعنا ننفرد ثم نبدع وبعدها نتميز. ومن هنا نقدر نقوله أن لكل واحد فينا عالمه الخاص اللي كيرتاح فيه، يختلي به، وأخيرا يسعده. لكل واحد فينا أحداث يومية وتفاصيل متعددة كتمنح متسع من الفرح، مساحة من السعادة. لذا ماشي بالضرورة اللي كيسعد الناس يقدر يسعدني. وليس من المؤكد أن حياة الغير واحد النهار غتولي هي حياتي. ومن هنا نقدر نقوله أن من الجنون أنك تعيش حياتك كتراقب الناس وكتقلد ما يقومون به فقط باش تشبه ليهم. لازم تقتنع أن الأشياء البسيطة، مثلا كاحتساء كوب قهوة بطقوسو، قراءة صفحة من كتاب، لحظات الاسترخاء القصيرة اللي كيقوموا بها بعض الناس، فهي السعادة بذاتها ليهم، كيعتبروها وطن يلجأون إليه. في المقابل تقدر تكون أصوات ضحكة أطفالك اللي فاقدين هاد الناس، بالنسبة ليك هي الحياة والوطن. وهنا غادي نمشي لحديقة المجاز المائية مدينة الشارقة، مكان ممتع، خليكم معي. وسط الحديقة كان ديك الساعة أذان المغرب، مساجد متوفرة ما شاء الله، والديزاين ديالهم جميل. كتعجبني مدينة الشارقة وإمارات الشارقة بأنها إمارة محافظة جدا. هنا كتلقى واحد الواجهة بحال القيد، واللي تار اهتمامي هي قوارب الشارقة مكتوبة هنا، ففكرت أنني ندير فيها رحلة. هذا هو المدخل، وصراحة المكان أكثر من رائع. غادي دابا في اتجاه البحيرة، كما كتشوفوا مكان شاسع، الناس كتجيبوا وليداتها كتلعب هنا، وكتلقى حتى السلسلة ديال المطاعم والمقاهي في هذه البلاصة، وما غاليش صراحة، الثمن ديالها مناسب كما كان الفضاء للاستجمام والاستمتاع. اتجاه قوارب الشارقة، الثمن ديالو مرخيص، غير ما عقلتش على الثمن بالضبط. من بعد ما خدت التيكيت انطلقت، كاين عدة انواع ديال القوارب، كاين هادو اللي كيقدر تكريهم عائلة، وكاين نوع عادي. المهم الرحلة كانت ممتعة، وكنا غير حنا تقريبا ثلاثة اشخاص، جوج هنود وانا. بدات رحلتي في قوارب الشارقة للغرض منها الاستجمام، الاستمتاع، تغيير المزاج ربما.
بحال بحال الفيديوهات قصيره اللي كنقدم ليك، هي مساحه راحه بعيدا عن ضجيج القنوات، نقطه انطلاق بالنسبه ليك، تفاصيل بسيطه تعجبني انا، ولكن تقدر تخليك تسولي راسك واش كاينين شي ناس كتسعدهم هاد الاشياء البسيطه، وغادي يكون الجواب نعم موجودين. فيديوهاتي ليست مقياس حصري للسعاده، بنقدر نقولوا متنفس، فسحه جميله هادئه نوعا ما، كتميل الى البساطه حتى النخاع بعيدا على التصنع والبذخ. هكذا اصنع فيديوهاتي، ما ينبغي مشاركته اصنعه، وما يسبب لك الحزازه ويشعرك بالنقص لا اشاركه معك. والتفاصيل اللي كتشوفيها هي لاخذ الافكار وليس للافتخار. من بعد التعب والدوران ضروري تقلب على شي مكان ترتاح فيه. هنا جيت لهذا المطعم الهندي، صراحه ما كانش فيا الجوع، ولكن ملي جيت لقيت واحد الترحيب رائع من عدد الناس، زعما الهنود في شكل صراحه، المهم الترحيب، وقلت له واش كاين شي مشروبات عندكم، يعني اتاي كراك ولا، قالت لي عندنا مقهى، فمشيت معها هنا لهذا الفرع ديالهم، وراتني حتى الباج انستغرام ديالهم، هذه هي لا مارك. فجلس هنا ارتحيت واحد شويه، خديت قهوه، كي نجلس لاطيراس برا اونفاس مع الماء والنافوره. القهوه كنعتبرها انا مزاج، كاين اللي عنده معاها، كاين اللي ما تتعجبوش، وحتى دوك الناس اللي كيعشقوا يشربوا القهوه، مره يديروها بالسكر مره بلا سكر، صراحة ما كايناش شي حاجة ثابتة في الحياة. بعد انتهاء ملي كتخرج تخلص كتلقى واحد الفضاء دايرين فيه التماثيل الادوات اللي خاصين بالثقافة الهندية، اي واحد كيفتخر ببلادو طبعا. المهم استمتعت معاهم ولو كان الوقت ضيق، وكانت هذه اخر حاجة تنديرها في هذا الفلوغ في الحديقة. كنقول لكم شكرا لكل واحد وصل هنا، خلى لي لايك وتعليق، نشوفكم في فيديو قادم والى اللقاء.